للمزيد من المتابعة حول زيارة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى العاصمة الفرنسية باريس وما شهدته من نشاط، موفد التلفزيون المصري علاء رشوان يستعرض أبرز النقاط. نعم هبة، انتهت منذ قليل كما تابعنا وقائع وفعاليات القمة المصرية الفرنسية التي استضافها قصر إليزي. في هذه القمة تناول الرئيسان بالبحث والنقاش عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، بداية من قضايا التعاون الثنائي بين البلدين خاصة على الصعيد الاقتصادي وسبل دفع هذا التعاون إلى أفاق أرحب، خاصة بعدما تحقق من نجاحات وإنجازات على هذا الصعيد تحديدا. كما هو معروف فرنسا تضخ استثمارات بقيمة 7 مليار يورو بالسوق المصرية في عدد كبير من القطاعات مثل قطاعات الطاقة الجديدة والمتجددة، قطاعات البنية التحتية والإنشاءات، النقل الذكي، إدارة وتحلية المياه. هذه القطاعات يعمل بها أكثر من 380 شركة فرنسية توفر أكثر من 350 ألف فرصة عمل للشباب المصري. الرئيسان أيضا بحث التنسيق والتشاور بين القاهرة وباريس فيما يتعلق بالتغيرات المناخية، خاصة وأن مصر تستعد لاستضافة قمة المناخ العالمية كوب 27 في شرم الشيخ بحلول نوفمبر المقبل، وأيضا انطلاقا من إطلاق باريس لاتفاقية باريس متعددة الأطراف للتغيرات المناخية التي وقعت عليها مصر وأكثر من 160 دولة. هذه الأمور تستدعي مزيد من التنسيق والتشاور بين القاهرة وباريس لحشد دعم دولي لمواجهة التغيرات والتحديات المناخية. أيضا القمة شهدت تبادلا للرؤى حيال بعض المستجدات الإقليمية التي تشهدها المنطقة، في مقدمتها الأزمة الليبية والأوضاع في كل من سوريا، اليمن، العراق، لبنان، وأيضا على صعيد استئناف وجهود استئناف مباحثات السلام المتعسرة بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني، بالإضافة إلى قضيتي مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية. هذه القضايا ذات الاهتمام المشترك تشهد مزيد من التنسيق والتشاور بين القاهرة وباريس انطلاقا من دورهما المحوري والمركزي في محيطهما الإقليمي. هذه المباحثات عكست اتفاقا للرؤى بين الجانبين على ضرورة دعم وتعزيز علاقات التعاون السوري خاصة على الصعيد الاقتصادي والاستثماري والتجاري، واستمرار تقوية وتعزيز هذه العلاقات على كافة الأصعدة الأخرى، الصعيد الأمني والعسكري، الصعيد السياحي والثقافي، وأيضا على الصعيد العلمي والفني والتقني. أيضا على صعيد المشاورات التي تناولت عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، عكست هذه المباحثات التي حملتها القمة الثنائية الهامة بين السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس الفرنسي مانويل ماكرون، عكست تطابقا الرؤى بين القاهرة وباريس على ضرورة دعم وتعزيز هذا التشاور في المرحلة المقبلة لحلحلة كل هذه القضايا حلحلة سلمية بما يضمن أمن واستقرار منطقة الشرق الأوسط، ويعني ينعكس إيجابا على أمن واستقرار منطقة حوض البحر المتوسط وبالتالي الشمال الأوروبي. هذه القمة كما ذكرنا تأتي في وقت دقيق يفرض على عاصمتين محوريتين في نطاقهما الإقليمي مثل القاهرة وباريس دعم وتعزيز العلاقات بينهما سواء على الصعيد الثنائي أو فيما يتعلق بالتنسيق والتشاور بين هاتين العاصمتين القاهرة وباريس حيال كل المستجدات التي تشهدها المنطقة. نعم هبة.